بعمر 13 سنة بلشت بتمثيل الدعايات، بعمر 15 سنة كانت موديل لأشهر مصممي الهوت كوتور، وكانت أول عارضة أزياء لبنانية بتعرض بباريس معارضات عالمية. بال 2005 شاركت بميس وورلد، وبال 2007 قدمت برنامج شوفي بلبنان. بال 2008 دخلت عالم التمثيل، وبال 2009 دخلت عالم السينما المصرية، وبحوزتها لليوم 5 أفلام آخرهم عمر وسلمى الجزء الثالث يلي رح يبدأ عرضه بكانون الثاني. لنتعرف أكثر عليها بنستقبل لميتا فرنجية. في ناس بسمنة وناس بذات يعني ليه؟ وزعي ابتسامات وزعي ابتسامات بونسوار لميتا فرنجية، شو لوكك حلو؟ لميتا فرنجية، وشفناك كمان من مشيتك على البوديوم، انت وفاتي على الاستوديو فعلا مشيت موديل، وسبق واشتركت وعرضت لاهم مصممي الازياء بفرنسا مع اهم العارضات الازياء العالميه. ليش اليوم عم تحترف التمثيل ومش عرض الازياء؟ لأنا بلشت صغيرة بلبنان، عملت كتير كوفرز، كتير فاشن شوز، اشتغلت مع كتير ديزاينرز مثل ما قلت، شبعت من هيدا الشيء. بحب كثير الاكتنج والتمثيل، واجتني فرصه واشتغلت بالسينما، بس تلنا وبحب الكات ووك، وحتى عندي شيء بجانوري بباريس، يعني اول مره بقول عنه، حيكون كمان شيء انترناشونال از موديل. لميتا فرنجية، انتقلت للسينما المصريه بالوقت يلي كانت السينما اللبنانيه عم تنطلق، ما حبيت تراهني اكثر على الفلوم اللبنانيه؟ بالعكس، كثير بنبسط انه بلبنان عم بيصير في موفيز حلوه وعم توصل لبرا، بس انا هن طلبوني بمصر، يعني اجتني الاوبورتونيتي بمصر وانبسطت بالشغل هونيك وحسيتهم كثير بروفيشنال، وعم بحب شو عم بيتقدم لي. ومن بعدها اجاك عروض على لبنان؟ ايه، من بعدها اجاني تو موفيز بلبنان، بس ما انعملوا لانه بالبرودكشن كان في مشاكل وما كانوا قادرين يكفون. تحكي بالمصري بالفلومه؟ كفي معه شوي تنشوف كيف. اوكي يلا، ازيك؟ انت عاوزه تكلميني مصري؟ اللي انت عاوزه. اللي انت عاوزه. يا اللي بقلك، بس انت كمان هيك. انا بحس وقت اي واحد يحكي مصري بده يهز كمان. هي هيك فيها شوي دلع. طيب جاوبينا كل الوقت بالمصري؟ نو، ام لبنيز وببروجرام لبناني. غير بيني لميتا، اليوم صار عندك خبرة أكثر بكل المجالات، تمثيل وعرض أزياء وهيك، وصار عندك ثقة بنفسك أكثر. إذا بدك ترجعي ل 2004 بترجعي بتخوضي تجربة ميس ليبون، بكون عندك ذات الرياكسيون وقت طلعت النتيجة؟ برجع بخوض التجربة؟ لا. ليه؟ من أساسها بلا رياكسيون. I'm so honest، رح أكون معك صريحة. هلا ما بخوضها، يعني هلا عندي أم ماتشور أكثر، بفكر أكثر. شدتني وقتها فكرة ريل تي في، وكمان هن اللي حكيوني ال بي سي، بس لا ما بعيدة. لميتا، شو هيدي الصورة اللي ورا كثير حلوة هون وقتها كنت بالموديلينج؟ نو، هيدي من سنة. من سنة؟ ايه، كوفرتور لمجازين. لميتا كثير جريئة بملابسك، بنشوفك يعني وقتها كنا لا أول لا ايه، دائما عندك هيك لوك سبيسيال، وبذات الوقت وقت الميركس دور كثير اخذت طني ورني بالفستان اللي كنت لبستيه، بده جرأة كثير هيدا الفستان. انت جريئة بحياتك اليومية، يما على الايفنتس بتحبي تطلعي اوت ستاندينج، بتلبسي شيء جريء يعني. اول شيء ابدا ابدا ماني حدا جريء، وتش از فيري جود حدا يكون جريء بالفيلد تبعنا، يعني لازم ياخذ ريسك بكثير اشياء، وحتى باللبس ابدا ما بلبس اوزي، ومش غلط لانه ام ستيل يونغ، واذا شيء لبقلي كمان مش غلط، بس ما بلبس اوزي، بس كثير بحب الفاشن بشكل مش طبيعي، و بحب كون مرتاحه بالشيء اللي لبسته، يعني وقت فستان الميوريكس كان دريس عجبني، وانا لما لبسته مرتاحه فيه وخفيف كثير وساعدت وطير الناس كلها. بالنسبه للاشاعات، انت من الاشخاص اللي كثير بيطالك اشاعات؟ نسبه لغيري فاين، يعني مش كثير.
كيف بتردي عليهم؟ ما برد. ما بتردي. بتديري دينتك الطرشة وبتمشي. ايه لا اكيد يعني. اخذتي كثير ادوار كوميدية دراما، وصولا لاخر دور رح تلعبيه وهو دور فتاة اسرائيلية. وهالفتاة الاسرائيلية عم تواجه مشاكل مع خيا. اولا من اي زاوية رح تقدمي هيدا الدور؟ وثانيا بتخافي شيء ينعكس سلبا هالشيء عليك خاصة بمجتمعنا العربي واللبناني؟ هي البنت مصرية إسرائيلية، والمسلسل الممثلين اللي داخلين فيه كلها كتير مهمة من الوطن العربي. حبيت لأنه لقالي بضيف لي كتير بالتمثيل، يعني في تشالنج كأكشن ككاركتر تبع للبنت. ما اشتغلت هيدا الدور من قبل، تحمست. ما بعتقد انه حي ما فكرت انه هيدا الدور فيه يكون كتير حساس ويقولوا الناس ليش هي بدها تلعب دور فتاة اسرائيلية. حينتقدوا يعني. ليه بده يكون نيجاتيف يعني؟ المفروض انه ممثلة يعني وكل بطلة ايام اللي الممثلة بتطبع صورتها. يعني عندي شيء هو شورت موفي كمان، ما بعرف اذا بعمله، اتس فور كان فيستيفال، دور رهبة وفي جرأة وفي يعني اتس بيت كومبليكيتد. جاوبت على افانس على السؤال. ايه بصراحة مثلا الى فترة يعني عاطيني مهلة افكر فيها الى شهرين وبعد ما عم بقدر اخذ ديسيجن، مع انه انا عم بمثل انه هيدا تمثيل. يعني مش اذا كنت رهبة، يعني انا لميت تبع رهبة، بس انه في اشياء افكر فيها كثير، بس مثل هيدا الدور لا تبع اسرائيل هو نو. راشد بحصلي. بدي اسالك، المصاروي اللي بحبوا كثير الصبايا اللبنانيه وبفهمهم، يعني انت الليفينج اكزامبل. سؤالي بصفتك لبنانيه بتمثلي بمصر وبيطلبوكي، ليه ما بيطلبوا شباب لبنانيه؟ مع انه في شباب لبنانيه موهوبين وحلوين وسيمين. شو قصدك؟ كثير سؤالك حلو ذكي فريمون. ما بعرف ليه، بس ما بعرف، بس هن يمكن بمصر عندهم كمان شباب حلوه. مش قصدي البنات مش حلوين، بس انه الشباب عندهم بعد احلى بيستعينوا فيهم. احلى من شبابنا؟ ما قلت احلى، يعني كل واحد عنده ستايل. على الشباب والبنات يمكن حلوين فيزيك ما عم بيصدقون اكثر، لانه انا لما عم بروح كلبنانيه انا ما مشيت بدور واحد او بفيلم سينما واحد، لانه بحكي مصري اشتغلت اكثر. يعني انا لو كانت الكيس تبعيتي انا بحكي لبناني انا ما كان شغلي كثير منيح. عاده من زمان كانوا يجيبون لانه مثلا فاتحين او شقر او بيحكوا اجنبي مشان ادوار معينه. يعني هلا كومبليتمون ديفيرون مثل ما عم تقولي، يعني عم تحكي مصري. وشكلك عربي او فرنش. يعني اخر مسلسل عملته كان بباريس، كنت فرنش جيرل، يعني بنت فرنسويه ما بتحكي عربي ومكسر وما عم تتعلم. اعطوك الجنسيه بمصر؟ لا بعد. بفرنسا؟ بعد. لسه حاجة رح انهي معي. لميسا، انت من الازياء للتمثيل لتقديم برامج، يعني شخصية تحت الاضواء، وعادة لما الشخص بيكون تحت الاضواء بيكون عم يعني بيركب صورة معينة، يعطي انطباع معين للجمهور او للعالم. شو الانطباع المضبوط اللي لميتا فرنجية بتحب تتركه عند العالم؟ I'm a natural girl physically and inside. حلو كثير. تسع حجار من الاخر. الله يوفقك. ماشي بحصلي. الله يوفقك. غدا دبيلي. واو عن جد. رولا منصور. بعد احلى من بالصور. ثانك يو. جورج حرلك. كنت خايفة. ورولا كعدة. عن جد. وانا. ثانك يو. لا. بالنهاية لميتا فرنجية ما في يقول انها فعلا مميزة وفظيعة بكل الأعمال اللي بتعملوها، لأنه بتعملي أعمالك عن شغف وعن حب وعن محبة، بتكوني مقتنعة بكل عمل بتعمليه. ليلى قلتي لنا عن عرف الأزياء وسيت أب، إذا بدنا نقول نوعا ما سهوا بالحديث إنه بتحب الغنى، على أمل كمان نشوف لميتا فرنجية عم بتغني قريبا. على كل ما فكرت فيها بعد. نحن عم نفكر فيها. أوكي ما بعرف. بس تركتها خرطوشة لبعدين يعني. ايه بوسيبل. ما بفكر كثير، انا ما بعمل كثير بلانز فور ذا فيوتشر، ماني هيك ابدا. بتعيشي كل يوم بيومه؟ تقريبا كل يومين اذا بدك. كل يومين. نحن محظوظين اليوم كنت عنا وانبسطنا كثير بوجودك معنا. ليلى لميتا فرنجية شكرا كثير. ثانك يو. باي.